بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس السابع. ويأمرون الناس بالبخل والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. هذا الاستنفان هم الذين عناهم الله بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا يحب من كان مختالا فخورا، فالذي يبخل بالإنفاق في سبيل الله ويمسك المال وأيضا ما يكتفي أنه يبخل هو، بل يأمر الناس بالبخل فينهى عن الصدقة والإنفاق. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، النعمة التي عندهم يجحدونها، يجحدون نعمة الله عز وجل. هذه جرائم كتبوها وأعتدنا للظالمين عذابا مهينا. فهؤلاء هم شر الأغنياء، البخلاء والمرائين، الذي يبخل والذي ينفق في غير طاعة الله، هؤلاء هم الذين ذمهم الله عز وجل. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأيضا يبخلون ولا ينفقون في سبيل الله. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. السبب في هذه الجرائم أنهم أطاعوا الشيطان وصاروا قرناء الشيطان، ومن صار قرينا للشيطان فساء قرينا. الشيطان ساء قرينا لابن آدم، هو الذي يحملهم على هذه الصفات الجميلة. فقال جل وعلا: وماذا عليهم، ما الذي يكلفهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ما الذي يكلفهم الإيمان بالله واليوم الآخر؟ ماذا يخسرون؟ الإيمان بالله واليوم الآخر سهل وهو يسر، ولا يكلف أحد شيئا. إيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وهو البعث والنشور والجزاء والحساب. وأنفقوا مما رزقهم الله، لو آمنوا وأنفقوا ماذا عليهم؟ الإيمان لا يكلفهم شيئا ولا يشق عليهم، والإنفاق أيضا الله جل وعلا يخلفه، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الإنفاق لا يضر إذا كان عن نية طيبة، فإنه لا يضر صاحبه بل ينفعه. والمال ينمو إذا أنفق منه في سبيل الله، ينمو ويبارك الله فيه. وأنفقوا مما رزقهم وكان الله بهم عليما، كان الله بما يعملونه لا يخفى عليهم شيء، لا يضيع من أعمالهم شيء. فالإيمان لا يكلفهم، الإنفاق لا يكلفهم، الله لا يخفى عليه ما ينفقون وما يؤمنون. لكن الشيطان هو الذي تلاعب بهم، لما كان قرينهم الشيطان
صاروا بهذه المثابة القبيحة والعياذ. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله يعلم وأيضا لا يظلم أحدا، لا يظلمه بأن يضيع عمله أو بأن يحمله ما لم يعمل عمل غيره. الله لا يظلم أحدا، هو الحكم العدل سبحانه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، شيء يسير. الذرة، الذرة هي النملة أو الهباء التي تطير في الهواء. الله لا يظلم. إن كانت هذه الذرة من الخير فإن الله يوفيها ويضاعفها، وإن كانت هذه الذرة من الشر فإن الله يجازي عليها، كما قال تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كان لا يظلم الذرة كيف بغيرها مما هو أكثر وأكثر. الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك هذه الذرة حسنة تضاعفها، يزيدها سبحانه وتعالى من فضله إلى عشر أمثالها. جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، حسب نية العامل. إذا صلحت نية العامل فإنه ليس النظر إلى كثرة الأموال والإنفاق، النظر إلى الإخلاص. إذا كان هذه الصدقة صدرت عن إيمان بالله وعن نية طيبة حساب للأجر فإن الله يضاعف. أما إن كانت هذه الذرة سيئة فإن الله يجازي بمثلها ولا يضاعفها سبحانه، لأن المضاعفة فضل من الله. وأما الجزاء على السيئة فهو عدل من الله، الله لا يظلم أحد. إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يؤتي العامل حتى الذرة يؤتيه الله أجرا عظيما لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. فما الذي يزهد في جناب الله سبحانه وتعالى إلا الشيطان، شياطين الإنس والجن، نسأل الله العافية. ثم ذكر سبحانه أن هناك موعدا أمام الناس يوافونه وينتهون إليه. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يوم القيامة يسأل الله الرسل ويسأل المرسل إليه، الرسل يسألهم هل بلغوا، ويسأل الأمم هل بلغتها الرسل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل الله الرسل ويسأل المرسل إليه. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد من رسلها،
رسلها تشهد عليها أنها بلغتهم رسالة ربهم. وجئنا بك أيها الرسول، أيها الرسول يا محمد، جئنا بك على هؤلاء، على هذه الأمة، وفيهم هؤلاء البخلاء وهؤلاء المرائين بأعمالهم في الأمة. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك أيها الرسول أيها النبي على هؤلاء، على هذه الأمة شهيدا تشهد عليهم بالبلاغ وإقامة الحجة عليهم في هذا الموقف العظيم الذي لا يمكنهم أن ينكروا أو يجحدوا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه من القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنجب؟ قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود من أول هذه السورة حتى بلغ هذه الآية وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن، يعني قف. قال فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تجريفان من البكاء عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر حالة الكفار الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضل، الذين يراءون بأعمالهم. ماذا تكون حالتهم في هذا المشهد العظيم إذا جاء الله بالرسل وجاء بالأمم وسأل كلا منهم عن الآخر، وأعظمهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يومئذ يود الذين كفروا في الدنيا، كفروا في الدنيا، كفروا بالله وكفروا بالرسل وبخلوا عن الإنفاق في سبيل الله أو أنفقوا رياء وسمعة وبلخا وسربا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، عصوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وعصى أي رسول من رسل الله، لو تسوى بهم الأرض، لو يغوصون في الأرض، تبتلعهم الأرض، لأنهم لا حجة لهم. واجهوا ما عملوا، لا حجة لهم عند الله سبحانه، فيتمنون أن الأرض تبتلعهم ويكونوا ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تمني لكنه مستحيل. لو تسوى بهم الأرض. ثم قال جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا، بل يعترفون، يعترفون بأعمالهم ولا ينكرون، حتى لو أنكروها بألسنتهم شهدت عليهم أعضاؤهم وجلودهم بما كانوا يكتمون، لو أنكروا بألسنتهم. فإن الله يقيم عليهم شاهدا من أنفسهم، أعضاؤهم تشهد عليهم، تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم.
تشهد عليهم جلودهم. اليوم نحكم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. تشهد عليهم أعضاءهم. إذا لا مجال لهم أن يكتموا الله حديثا وينكروا أعمالهم في الدنيا، وإن كان يأتي عليهم وقت يوم القيامة ينكرون، لكن إذا أنكروا فتح الله عليهم جلودهم وأعضاءهم فاعترفت بما كانوا يعملون. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم قال جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. شوف، لو أنك أغلقت الأبواب صرت في ظلام ولا عندك أحد وعصيت الله فإن جلدك يشهد عليك، أعضاءك تشهد عليك ولا تتخلص منها، هي معك. وهذا من إقامة الحجة من الله على عباده سبحانه وتعالى. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ما يستطيعون أن يجحدوا وننكروا. إذن ما حيلتهم؟ ما لهم حيلة، ما لهم حيلة في هذا الوقت. فعلى المسلم أن يتصور هذا، يتصور هذا وهو قريب، كل آت قريب، تصور هذا الموقف فيستعد له بالعمل الصالح والانتهاء عن النفاق والانتهاء عن البخل والانتهاء عن الكفر بالله ورسوله، ما دام في زمن الإمكان. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استغفر الله، تب إلى الله، الله فتح لك الباب، تتوب، تستغفر، وهو يتقبل منك في الدنيا. أما في ذاك الموقف ما يمكن أن تتنصل من شيء، ما يمكن أن تتنصل من شيء أو تنكر شيئا من أعمالك. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. السكر هو زوال العقل بسبب شرب الخمر والمسك، وكانوا في الجاهلية مغرقين في شرب الخمر ويفتخرون بذلك، والخمر خبيثة، أم الخبائث الخمر. كانوا في الجاهلية مغرقين في شربها ويفتخرون بها في أشعارهم وفي نواديهم ومجالسهم. فلما جاء الإسلام لم يفاجئهم بتحريمها أول وهلة، بل تدرج بهم شيئا فشيئا، لأنهم ألفوها، صعب عليهم تركها. الله جل وعلا تدرج بهم شيئا فشيئا، فقال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالعاقل والمؤمن إذا سمع أن مضار الخمر أكثر من منافعها فإنه لا يقدم عليها، لا
لا يقدم على شيء ضرره أكثر من نفعه. هذه مرحلة، فمن سمع هذا من أهل العقول وأهل الإيمان ترك الخمر، ومن بقي عنده شيء من التعلق بها فإنه لا يشربها عند الصلاة، لا يشربها عند الصلاة، هذا تحريم لها. الأول مقارنة بين مضارها ومنافعها، وهذه المرحلة تحريم لها في بعض الأوقات وهي عند الصلاة، لا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا الصلاة ذاتها ولا مكان الصلاة وهو المسجد، فالتكرار لا يدخل المسجد فضلا عن أنه يصلي، لأنه لا عقل له، الصلاة تعتمد على العقل والحضور. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون في الصلاة، لأن السكران لا يدري ماذا يقول، فلا يصلح أن يصلي وهو كائن. عند ذلك، عند هذه المرحلة، ترك كثير من الناس الخمر، لكن بقي بقايا يقولون نشربها بغير وقت الصلاة، نشربها بغير وقت الصلاة، شوف تدريج شيء فشيء. ثم المرحلة الأخيرة، قال جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا يا ربنا. فتركوا الخمر نهائيا، تركوا الخمر نهائيا بعد النزول هذه الآية. انظر كيف أن الله تدرج بهم شيئا فشيئا. وفي قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دليل على أن الإنسان إذا كان فكره غير حاضر لا يصلي، إذا كان فيه نعاس شديد ولا يدري ما لا يقول لا يصلي في هذه الحالة. إذا أصابه إغماء أو خلل في دماغه أو عقله لا يدري ماذا يقول في الصلاة لا يصلي حتى يزول ما عنده من العارض. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. الجنب وكل من عليه حدث أكبر أو أصغر لا يصلي حتى يتطهر، إما بالماء مع إمكانه أو بالتيمم كما يعني. وكذلك الجنب لا يجلس في المسجد، ولا الحائض ما تجلس في المسجد إلا مرور، المرور لا بأس، الجنب يمر لحاجة ياخذ حاجة يدخل من باب ويطلع من باب آخر لا بأس، إلا عابر سبيل. وأما أنه يجلس وهو جنب في المسجد لا، أو حائض تجلس في المسجد وهي حائض لا، لكن يجوز للحائض تدخل المسجد تأخذ حاجة أو تمر مع طريق لا بأس بذلك، لعابر سبيل. حتى تغتسلوا، الحدث الأكبر لا يزيله إلا الاغتسال بجميع البدن،
أيضا أو مفاجئ أو غير ذلك من الأحكام الكبيرة، حتى تغتسلوا بالماء جميع البدن لتزول الجنابة المانعة من الصلاة ومن اللبن في المسجد. فالأصل استعمال الماء في الطهارة الكبرى والصغرى، الأصل استعمال الماء، وينوب عن الماء التيمم بالتراب في حالتين، في حالتين، الحالة الأولى المرض، الحالة الثانية السفر، إن كنتم مرضى أو على سفر. المريض إذا شق عليه استعمال الماء في الوضوء والاغتسال يتيمم بالتراب ويصلي، أو على سفر المسافر إذا عدم الماء فلم تجدوا ماء، المسافر إذا عدم الماء أو كان معه ماء لا يكفي لحاجته ولطهارته فإنه يقدم حاجته، يوفر الماء لحاجته ويتيمم، لأنه في حكم العادم للماء. هذا المسافر أو على سفر فلم تجد ماء، مسافر لا يجد ماء، أما المريض فما عنده موجود لكن ما يستطيع يستعمله، فقوله فلم تجد ماء هذا في حال المسافر، وفي قوله فلم تجد ماء دليل على أن الإنسان يبحث عن الماء، لا يقال لم يجد الماء إلا إذا بحث، يبحث عن الماء حوله، فإذا لم يجد فإنه يتيمم، يعني يقصد صعيدا وهو التراب، سمي الصعيد لأنه يتصاعد على وجه الأرض، يتيمم صعيدا طيبا يعني طاهرا، صعيدا طيبا يعني طاهرا. جميع وجوه الأرض تيمم عليها إذا حضرت الصلاة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مسلم حضرته الصلاة عنده طهور وماء، الحمد لله، الأرض فيها طهور، التراب فيه طهور، بدل الماء تيمم صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه فروض التيمم، اثنان فقط، مس الوجه كاملا ومس الكفين، امسحوا بوجوهكم كاملا المس، تمر على الوجه كله، وأيديكم المراد بها الكفين، كفين من مفصل الذراع، هذا الكف الجلد هو مفصل الكف من الذراع، امسحوا بوجوهكم وأيديكم، وصفة ذلك كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب التراب بيديك، تضرب التراب بيديك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك بضربة واحدة إذا أمكن، أو بضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، لا بأس، لكن الأفضل بضربة واحدة تقسمها بين الوجه والكفين، هذا أفضل، تقتصر على ضربة واحدة، تمسح بوجهك وبالكفين، ولا يقاس
تيمم على الارتكاب لجميع البدن، فلا يتمرع في التراب قياسا على تعميم البدن بالماء. هذا فعل بعض الصحابة، هذا فعله بعض الصحابة، قاسه تمرع بالتراب كما تتمرع الدابة. فلما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، ضرب بكفيه عليه الصلاة والسلام على وجه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه، تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان في الآية الأخرى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في المائدة منه ومن بالتبعيد، أي يكون في كفك بعد الضرب يكون يعلق بها شيء من التراب أو الغبار، فامسحوا به وجهك وكفيك، لأن من كفك بالتبعيد. ولا بد أنك إذا ضربت على وجه الأرض أنه يعلق في يدك شيء منها، امسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. سبحان الله، شوف السعة من الله عز وجل والعفو، لم يشدد علينا، لم يقل لا بد من الماء للمريض، لا بد من الماء للمسافر، ولا ما تصح صلاته، الله وسع لنا سبحانه وتعالى، فجعل التيمم بدلا من الماء عند المرض والعجز عن عجز المريض عن استعمال الماء، او عند السفر وعدم الماء في حالة السفر. التيمم يقوم مقام الماء والحمد لله، هذا تيسير من الله، عفو من الله، مغفرة، عفوا غفورا، مغفرة من الله سبحانه وتعالى. فالدين ولله الحمد يسر، الدين يسر ولله الحمد، ويتنزل مع حالة الإنسان ولا يشق عليه، المريض له حالة، المسافر له حالة، يراعيهم سبحانه وتعالى لا يشق عليهم، إن الله كان عفوا غفورا. ومن عفوه ومغفرته أنه يسر لكم هذه الطهارة التي لا تكلف أحدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ماذا تقولون فيمن يحاولون أن يوجهوا التعليم في بلادنا إلى الاختلاط، خاصة في المدارس والجمع بين الجنسين في شتى المجالات، وبماذا تنصح هؤلاء الأمور الذين يتحمسون لهذا الأمر؟ أولياء الأمور إن شاء الله ما يتحمسون لهذا الأمر، إنما هذا التصرف من بعض المسؤولين أو من بعض أصحاب الأفكار، وولاة الأمور لا يقبلون هذا ويقبلون النصيحة إن شاء الله. نعم. يقول: هل يجوز تشكيل لجان شرعية لجمع التبرعات المالية وإرسالها إلى المستضعفين من المسلمين المضطهدين خارج البلاد دون أخذ إذن من ولي الأمر أو الجهات الرسمية، مع العلم أن ولي الأمر يمنع من جمع هذه التبرعات بغير إذن؟ لا، ما يمكن أنهم يعملون هذا، لا بد أنهم أخذين الإذن، لا نسيء الظن بهم، قلنا أنهم أخذين الإذن، ما يمكن يقدمون على شيء بدون
بدون موافقة ولي الأمر على هذا، لكن نحن ما ندري، لا نتهمهم. نعم. تقول معنا أخ في الرحلة جئنا للعمرة، معنا أخ جاء معنا للعمرة في رحلتنا ويقول من سبق الصحابة ليس بكافر، فبماذا تنصحونه؟ وما حكم الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يسبون صحابة الرسول إلا لعداوتهم للإسلام؟ صحابة الرسول ماذا عملوا حتى يسبون؟ إنما عملوا الخير ونصرة هذا الدين ومصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، نشر العلم والدعوة. فلماذا يسبون؟ يسبون على الخير وعلى الجهاد وعلى الدعوة إلى الله وعلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يسبهم أحد في قلبه إيمان، لا يسبهم إلا عدو للإسلام والمسلمين، وهو مكذب لله عز وجل ومكذب للرسول، لأن الله أثنى على المهاجرين والأنصار، أثنى على الصحابة، وهذا يسبهم. الله يثني عليهم وأنت تسبهم، هذا معناه محادة لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، أن تسب أصحابه تعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول إنك مؤمن، هذا غلط، هذا خطأ كبير، هذه محادة لله ولرسوله. وهل يبقى إيمان مع المحادة لله ولرسوله؟ ما يبقى إيمان. نعم. يقول حفظكم الله، من بعض من الناس لا يعرف مراتب القدر، وبعضهم يحتج على القدر في المعاصي، هل يرد الدعاء القدر؟ يكفي المؤمن أنه يؤمن بالقضاء والقدر ويصدق به ولو لم يعلم المراتب والتفصيلات، هذا للعلماء لطلبة العلم. أما العام يكفي أنه يؤمن بالقضاء والقدر ولا يكلف أنه يعرف المراتب ويعرف التفصيلات، هذا لأهل العلم ولطلبة العلم. والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، لئلا يجزع الإنسان، لا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني قدر، فلا يجزع إذا علم أنها مقدرة عليه وأنها لا بد أن تقع عليه، يصبر ويحاسب نفسه، لأنه ما أصاب شيء إلا بسبب ذنب، يحاسب نفسه ويتوب إلى الله. ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. فالمؤمن إذا تذكر القضاء والقدر فإنه يصبر على المصائب ولا يجزع ولا يسخط. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض العلماء في تفسير الآية، هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، وأما المعاصي فلا يجوز أن الإنسان يحتج عليها بالقضاء والقدر، بل يتوب إلى الله، يتوب إلى الله منها، ولا يقول هذه مقدرة عليه ويلتمس العذر لنفسه، لا، يتوب إلى الله لأنه بإمكانه يتركها، بإمكانه يعمل الصالحات ولا يعتبر بالقضاء والقدر، يتوب إلى الله ويخاف من الله عز وجل. نعم. يقول والدي قرر حرمان البنات من الميراث وقال للذكور فقط، ما حكم ذلك؟ نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا ظلم والعياذ بالله. الله جل وعلا قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. ولا يجوز أن يحرم أحد من ميراثه الذي شرعه الله له ولا يمنع منه. وفي الحديث من منع وارثا من ميراثه، يعني معنى الحديث
من منع وارثا من إرثه قطع الله ميراثه من الجنة. لا يجوز للإنسان أن يحرم من أعطاه الله عز وجل، بل يعطي الناس حقوقهم ولا يظلمهم، لا سيما النساء والمواريث يعطيهن حقوقهن من الميراث الذي شرعه الله لهم. نعم. يقول: ما معنى الغلول، وهل يشمل هدايا العمال والاتصال من أجل العمل، وكيف أتوب منه؟ الغلول أن تأخذ شيئا من بيت المال بدون إذن ولي الأمر، تولى شيء من أمور الدولة وتأخذ بدون إذن من ولي الأمر، هذا غلول. أو من الغنيمة في الجهاد تأخذ شيء قبل القسمة، هذا غلول، فلا يجوز. وكذلك هدايا العمال غلول، يعني الموظفين، هدايا العمال يعني الموظفين غلول والعياذ بالله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فلا يهدى للموظف لأنه هذا رشوة، الهدية لرشوة غلول. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، هي كبيرة من كبائر الذنوب. فالموظف والمسؤول لا يهدى إليه ولا يرشى، ويجب عليه أن يقوم بالعمل ويكتفي براتبه الذي يعطيه له ولي الأمر. نعم. يقول: ما حكم من يطوف على القبر يظن بأنه بركة، وهناك من يأتي للقبر ثم يدعو الله ويقول: اللهم بجاه فلان وهو صاحب هذا القبر، وهل الأولياء الصالحين قبورهم بركة بعد موتهم؟ القبور تزار لأمرين: الأمر الأول الاعتبار والاتعاظ بأحوال الأموات، الأمر الثاني الدعاء للأموات والاستغفار لهم. أما من يتبرك بالأموات أو يستغيث بالأموات فهذا مشرك، الذي يستغيث بالأموات هذا مشرك، والذي يتبرك بالأموات هذا مبتدع، وسيلة من وسائل الشرك، فلا يغير الزيارة الشرعية إلى زيارة شركية أو زيارة بدعية والعياذ بالله. نعم. تقول: كفنت طفلة من المستشفى، هل يجوز أن ترث مع أبنائي أو أوصي لها بالثلث؟ الوصية لا مانع، أما الميراث لا، ما له ميراث، لأنها يعني ليست من أبناء من أولادك ولا قريبة لك، أجنبية ليس لها من الميراث شيء، إنما توصي لها بشيء من مالك لا بأس. نعم. من أدى العمرة ومكث في مكة 4 أيام أو أكثر، هل عليه طواف وداع؟ الوداع للحج، الأداء الواجب للحج، أما العمرة فليس لها وداع واجب، إن شاء ودع وإن شاء لم يودع. نعم. تقول: من شك في الطواف، طواف العمرة، هل يبني على اليقين أم على الشك؟ لا، لا يجوز يبني على الشك في العمرة، في الطواف والصلاة وغيره يبني على اليقين، وهو الأقل، يبني على الأقل، طار ما يدري طار 6 أو 7 يجعلها 6 ويكمل على اليقين. نعم. رجل به مس جاء إلى العمرة ولم يدخل المسجد الحرام وقلع ملابس الإحرام، فما الحكم؟ إذا كان لم يصحو، مريض استمر معه المرض والمس ولم يصحو، فهذا مخصر، هذا مخصر يتحلل، لا شيء عليه إلا فدية تذبح عنه. أما إذا زال عنه المس فإنه يمضي في عمرته ويؤدي العمرة. نعم. ما حكم تغيير العمر خروجا من الخدمة الوطنية الجيش، وكان ذلك في عهد الدولة الحكومة السابقة في بلدنا الجديد؟
الله، هذه أمور نظامية أنا ما أدخل فيها. نعم. يقول هل تغطية الرأس للرجل سنة أم واجب؟ نعم. تغطية الرأس للرجل سنة؟ لحسب المجتمع، إذا كان المجتمع يلبسون على رؤوسهم ويغطونه هو ما يخالف المجتمع، أما إذا كان المجتمع عادتهم يكشفون رؤوسهم فلا مانع. نعم. ما حكم زيارة مزارات مكة دون قصد التبرك ولكن للمشاهدة؟ ما في مكة مزارات يا إخوان، هذا كذب، ما فيها مزارات مكة، ما فيها إلا المسجد الحرام والمشاعر وقت الحج، منى وعرفة ومزدلفة وقت الحج وقت المناسك فقط، لا تزار بعد هذا، وليس فيها مزارات، هذا كذب، هذا كذب وشغل للناس، يخرجونهم من المسجد الحرام والاعتكاف فيه والصلاة فيه عن مئة صلاة، يخرجونهم يروحون بهم لجل يأخذون منهم دراهم، يأخذون منهم دراهم وجورات، يستثمرونهم والعياذ بالله ويضلونهم، يستثمرونهم بالباطل ويضلونهم. ما في مكة مزارات يا إخوان، ما فيها مزارات أبدا إلا منى وعرفة ومزدلفة وقت الحج فقط. نعم. ماذا تصنع المرأة الحائض التي حان وقت سفرها ولم تؤدي العمرة؟ ها؟ ماذا تصنع المرأة الحائض التي أحرمت العمرة وحان وقت السفر ولم تطهر ولم تؤدي العمرة؟ ما تسافر إلا ما أدتنا العمرة، لأن من دخل في نسك يجب عليه إكماله، وأتم الحج والعمرة لله، أتم لابد من هذا، لابد من إتمام الحج والعمرة، فلا تسافر إلا بعد أن تؤدي العمرة التي أحرمت بها. نعم. هل من نصيحة للشباب الذين يسهرون الليل وينامون عن صلاة الفجر وكذلك صلاة العصر بحجة النوم؟ النوم ليس حجة في هذه الحالة، النوم إذا غلبك، إذا غلبك بعض الأحيان يكون حجة أما أو عذر، أما يتخذ هذا عادة وينام ويقول متى ما دمت أصلي فهذا ليس حجة وليس له صلاة، لو صلى ما له صلاة. تقول الله يا عباد الله صلاة في مواقيتها، يعني قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات بينها الله ورسوله، فلا يجوز أن يتلاعب بها وأن الإنسان يصليها جميع في وقت واحد، هذا ما يجوز ولا تصح الصلاة هذه، لأنها ليست الصلاة التي أمر الله بها. نعم. هل الأفضل للمرأة أن تصلي في السكن أو تأتي إلى الحرم وتصلي مع الناس بعد أدائها للعمرة؟ كله جائز، إن صلت في سكنها أو صلت في المسجد الحرام مع الناس كله جائز ولله الحمد. نعم. يقول إذا حجر الإنسان بين البقاء مع الوالدين والبر بهما أو الهجرة من بلاد الكفر فأيهما أولى؟ إذا كان الوالدان يحتاجان لك فيجب عليك أن تبقى معهما وأن تخدمهما وأن تبر بهما، لأن حقهما واجب عليك بعد حق الله سبحانه وتعالى، مع تمسكك بدينك، مع تمسكك بدينك، تمسك بالإسلام وتقوم بحق الوالدين. نعم. يقول سماحة الشيخ ذكرتم بكفر من يحكم بالقوانين الوضعية وقد أشير عنكم أنكم تراجعتم، فهل هذا صحيح؟ لما لحق تراجع ولا لحق كفر إلا بالكتاب والسنة، فالذي يحكم بالقوانين الوضعية يرى أنها أحسن من القرآن ومن الشرع أنا لا شك في كفر، أو أنها مساوية وأنه مخير أنا لا شك في كفر عند جميع العلماء. نعم. يقول هل حالق اللحية فاسق وما حكم الصلاة خلفه؟ حلق اللحية محرم لكنه ليس بالكبيرة، ليس من الكبائر، إنما هو من الذنوب غير الكبائر، إلا إذا أصر عليه وقال ما في باس وجائز يصير كبيرة والعياذ بالله.
نعم. يقول: شخص أخذ مالا من آخر بغير علمه ويريد إعادة هذا المال على قيمة هدية، هل يجوز ذلك؟ لا، لابد يتحلل منه، لازم يعيد له المال ويطلب منه المسامحة، ما يكفي انه يعيد له المال على انه صفات هدية، لا، يطلب منه المسامحة. اذا كان ما يقدر يواجهه لذلك يرسله مع احد، يرسله مع احد يقول اعتذر لي منه. نعم. تقول: لماذا تنصحنا نحن ابناء اليمن الذين على المنهج السلفي، هل يجوز لنا أن ندخل في الانتخابات وتقويم حزبة لتغيير الوضع الأليم؟ أنا لا أدخل في هذه الأمور، هذه الأمور في أوطانكم وفي بلادكم، عندكم علماءكم اسألوهم. نعم. يقول: هل من صلى ورأسه مكشوفا صلاته ناقصة، وهل كان الصحابة يغطون رؤوسهم وهم يصلون؟ هذا من الكمال، خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة الواجبة ستر العورة، وما زاد عليها فهو مستحب، كل ما تجمل الإنسان فهو مستحب، ومن ذلك ستر الرأس للرجل مستحب، لأنه من الكمال ومن الجمال. نعم. يقول: هل من نصيحة للشباب الذين يقودون ويقعدون في العلماء؟ لا يجوز لهم أن يطعنوا في العلماء، إذا طعنوا في العلماء من يبقى للمسلمين؟ من يعتمدون عليه؟ لا يجوز، ما يجوز الطعن في المسلم ولو كان جاهلا أو عاميا، ما يجوز، من الغيبة والنميمة. فكيف إذا كان عالما يستفتونه الناس ويتعلمون منه؟ هذا لا يجوز. نعم. تقول: أو سائلة: ما حكم أخذ عضوض منع الحمل للمرأة؟ إذا كانت بحاجة إلى هذا تأخذ حبوب تأخر الحمل، ما تقطع الحمل، قطع الحمل ما يجوز. إذا كانت بحاجة إلى تأخير الحمل، قرر الطبيب أن بحاجة إلى تأخير الحمل فلا بأس. نعم. تقول: سماحة الشيخ، كيف نخرج زكاة عروض التجارة؟ تمنونها عند تمام الحول على رأس المال الذي اشتريتم به العروض، تمنونها بما تساوي عند تمام الحول، تخرجوا الربع العشر منها. نعم. وهل على زيت الزيتون زكاة؟ إذا كان يتاجر به ويبيع به ويشتري هو عروض تجارة، عليه زكاة. نعم. يقول: الحائض إذا دخلت الحرم هل يجوز لها أن تبقى فيه، وهل يحق لها الطواف؟ الحائض تبقى في سكنها حتى يزول عنها الدم، ثم تغتسل تذهب وتطوف في المسجد الحرام، في الكعبة تصلي في المسجد الحرام بعدما ينقطع عنها الدم وتغتسل. نعم. ما هي عقيدة الرافضة وهل هم كفار؟ يا أخي ما كلفك الله بالرافضة، عليك بعقيدة أهل السنة، اعرف عقيدة أهل السنة وما هم عليه والتزم بها. نعم. هل صلاة النافلة في الحرم تضاعف إلى 100,000؟ نعم، عموم الحديث صلاة عن 100,000 صلاة، حديث عام في الفروض والنوافل. نعم. هل حديث السبع التمرات خاص بعجوة المدينة أم يجوز بأي تمر سواء كان في المدينة أو غيرها؟ ألا هو ظاهر الحديث أنه خاص بعجوة المدينة، بعض العلماء يقول إذا ما عنده عجوة من المدينة أي تمر، أي تمر عنده يأخذ من السبع تمرات. نعم. يقول: الدعاء المستجاب بعد الصلاة هل يكون قبل السلام أم بعد التسليم؟ دبر الصلاة، هل يكون قبل السلام أم بعد التسليم؟ الدعاء في أثناء الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، فيدعو في آخر التشهد الأخير، في آخر التشهد الأخير قبل السلام، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو بما تيسر.
نعم. يقول هل للمسبوق في الصلاة الذي أدرك الركوع أن يكبر كبيرة الإحرام بوضع يديه على صدره أم يكبر كبيرة الإحرام والانتقال دون أن يضع يديه على صدره؟ المسبوق إذا أدرك القيام مع الإمام إنه يكبر تكبيرة الإحرام ويضع يديه تحت صدره، وأما إذا جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينحط للركوع بدون وضع يديه، ينحط على طول للركوع يدرك الركوع مع الإمام. نعم. تقول ما حكم الصلاة قبل الزوال وما حكم الصلاة في أوقات النهي؟ الصلاة قبل الزوال يعني النافلة لا بأس، لا بأس، إلا إذا توسطت الشمس فوق الرؤوس هذا وقت نهي، أما قبل أن تتوسط وباقي نحو المغرب ظل للشمس الصلاة مشروعة، صلاة النافلة. نعم. تقول عندي طفل مريض أعالجه في ألمانيا، وفي هذه المدة كنت أقصر الصلاة، وهناك الوقت بين المغرب والعشاء قرابة ساعتين، والشفق الأحمر لا يظهر عنده، فهل علي أن أجمع بين المغرب والعشاء؟ صل الصلاة لوقتها في أي مكان، صل الصلاة لوقتها في كل مكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مقيم لست مسافرا حتى تجمع، جمع كل المسافر كل المريض، أنت لست مسافرا ولا مريضا، صل كل صلاة في وقتها. نعم. هل يجوز تعيين من يموت من الكفار أنه في النار بعينه بالإسم؟ الكفار الذين ماتوا على الكفر في النار عموما، أما الأفراد الله أعلم، ما نحكم على أحد إلا بدليل، ربما أنه ثاب قبل أن يموت وأنت ما تعلم ولا تدري. نعم. تقول أدرس، لكن تقول الكفار الذين ماتوا على الكفر في النار والمشركون في النار على العموم، أما الأفراد فأنت تتوقع ما تعلم ما الخاتمة لهم. نعم. تقول أنا طالب أريد دراسة العقيدة، فما هي الكتب التي تنصحون بها؟ الكتب ما العقيدة ما تؤخذ من الكتب فقط، تؤخذ على العلماء على المدرسين المتخصصين، فاختر لك مدرسا متخصصا في العقيدة وتعلم عليه العقيدة في أي كتاب يعينه لك من كتب أهل السنة والجماعة. نعم. ما حكم تقديم وإنصاق القد والبدن للملتزم وهو المكان الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود، وما حكم إنصاق الجسد للكعبة؟ البدن للكعبة لا دليل عليه، تعلق بأستار الكعبة ما عليه دليل، أما الوقوف بالملتزم للدعاء وما بين الركن والباب تقف للدعاء لا بأس بذلك. نعم. ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يسرع في القراءة حتى لا نكاد نفهم ما يقرأ في الفاتحة وما تيسر من القرآن؟ إذا كان يخل بقراءة الفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه، أما إذا كان يسرع ولكن لا يخل ولا يسقط شيء من الحروف فلا بأس، مع من نصحته بأن يتمهل في القراءة. نعم. تقول كنا في جنازة في المقبرة وفي آخر الدفن اتجه الحاضرون جميعا إلى القبلة ورفعوا أيديهم بالدعاء لله سبحانه وتعالى، ما حكم هذا الفعل؟ هذا سنة، فرعوا من دفنه يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون له التثبيت، قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. لماذا تنصحون من يتجمعون عند المساجد قبل صلاتي المغرب أو العشاء حتى تقام الصلاة ثم يدخل المسجد؟ هذا تفريط في الأجر، كان الذي يستحب لهم
أنهم يدخلون في المسجد ويصلون ويدعون الله ويقرؤون القرآن حتى تقام الصلاة، على يعني ليحوزوا على انتظار الصلاة، والذي ينتظر الصلاة في حكم المصلي له الأجر كالمصلي، فعليه أنهم يبادرون بالدخول ويجلسون في المسجد وينتظرون الصلاة ليحصلوا على هذا الأجر العظيم. نعم. أقول ما واجبنا تجاه إخواننا المسلمين المقاعدين في سوريا ونرجو الدعاء لهم بالنصر؟ لا تملكون لهم إلا الدعاء، ادعوا الله لهم بالنصر والتأييد وأن يخلصهم من هذه الشدة وهذه القربة، والله قريب مجيب. نعم. متى يعذر الإنسان بالجهل؟ إذا كان ما عنده أحد يعلمه، إذا كان ما عنده أحد يعلمه يعذر حتى يجد من يعلمه. نعم. هل من نصيحة للذين يضيعون أوقاتهم في القيل والقال والطعن في الناس ويتهمون الآخرين بما ليس فيهم؟ هل إيش؟ هل من نصيحة للشباب الذين يضيعون أوقاتهم في القيل والقال والتحذير من الآخرين ويقعدون الناس ويلقطون فيهم التهم؟ هذا لا يجوز، هذه غيبة والعياذ بالله. ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وهؤلاء هل هم ما فيهم عيوب؟ ما فيهم، ما لهم ذنوب؟ لماذا لا يحاسبون أنفسهم وينظروا في عيوبهم وذنوبهم ولا ينشغلوا بالناس؟ نعم. تقول هناك من يرى كعدل العمرة في السفرة الواحدة، وهناك من يقول لا يجوز ذلك، فما هو الصحيح؟ أما قول لا يجوز هذا خطأ، يجوز، ولكن ينبغي أن يكون بين العمرتين فاصل زمني ولو يسير. نعم. ما حكم ما يسمى بالمرابحة الإسلامية وهو الوعد بالشراء مع زيادة الثمن؟ ما أعرف الوعد بالشراء. المرابحة، المرابحة معناها اللي هي شركة، شركة المضاربة، معناها المضاربة. الله أكبر الله.